مساء الخير بنات الميمات، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكون صحتكم مزيانه وجمعه مباركه وجمعه خير وبركه ان شاء الله عليكم. يا ربي في هذه الجمعه يفرج علينا وعليكم على جميع المسلمين يا ربي. المهم في هذا ان شاء الله في هذا اليوم المبارك وفي هذا النهار ان شاء الله يا ربي غنعملوا، قالت لي خالتي ان شاء الله تعمل لي شويه الحنه. اللي عرف الصراحه راسي حامله، ما عمري عملت الحنه تقريبا هذه طالعه في عام ما عملتش الحنه هكا وداكشي. قالت لي خالتي مول العادات والتقاليد ديالهم هنايا كيعملوا ديك الحنه تقريبا كل شهر باش ربي كيسر وحتى من العين. قال لك المهم مزيانه عندهم هنايا داكشي مزيانه، وماشي الحنه يعني بالنقش وداكشي، الحنه عادي. المهم خليكم معنا ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش كيعملوها. صراحه انا اول مره كنكتشف هذا الشيء، ما عمري شفتو، اول مره كنشوفو يعني كيفاش غيعملوا ان شاء الله. وقال لك غيعملوها لي مع هذا النهار الجمعه مزيانه بزاف، يعني بنادم هكا يعوم ويدير حنينه في يدو مزيانه بزاف. المهم خليكم معنا. المهم البنات هنايا كعملت شويش، قالت لي خالتي عملت شويش البخور هكا مزيانين. هذا النهار اصلا الجمعه يعني مزيان بنادم هكا يدير ريحه البخور في الدار ديالو. عملت غير شويش الفواكه فوق البوطه صراحه الله نعمل فاز بغيت نعمل هذا القفيطه هكا زعما نبيه نقي هكا الحنينه. هذا كانت صغبته لي خالتي فاطمه مسكينه الله يجازيها بالخير، شكرا لها بزاف. صراحه ما عمري لبستو، كان جابته لي في العيد وسبحان الله ما كتبش كتب. دابا ان شاء الله نعمل به حنينه هكا خفيف، حتى هو كيجي خفيف صراحه الله، بحال هكا شي بويج ما كيجي خفيف ما شاء الله. مهم لبسو ونرجع معاكم. وهذا القفيطان ديالي قول لي كيف جاكم، حتى على فاش مزيان اصلا كنت جربت معكم بزاف بزاف، وهذا صراحه هو اللي خديت، هذا هو اللي عجبني خفيف وحتى اللون ديالو مزيون هكا وعجبني هكا خفيف. الله يحفظنا يا ربي يحفظكم اجمعين، واللي شي محرومه الله يسهل عليها يا ربي بالذريه الصالحه، وشي بنت الله كل البنات الله يسهل عليكم بالازواج الصالحين ان شاء الله، والميمات ديالنا الله يخلي لكم الصحيحه ديالكم ويطول لكم في العمر ان شاء الله يا ربي. المهم دابا غنخرج نشوفوا خالتي هي اللي غتخلطها وداك الشيء، حتى هي اللي عارفه صراحه الله. قالت لك هي كانوا كيعملوا بزاف في هاد الحوايج بزاف العشب، ولكن حنا ما عندناش صراحه داك الشيء، ما كناش عوالين، قلنا زعما حسن من بعد ايوا دابا قلنا زعما جالسين نعملوها ان شاء الله. كاع ما بعيش سمعت الغيظه، قال لك صافي من ناقص ما يحنا ياك. مشكون بس انا ولا الغيظه؟ ها انا ولا الغيظه؟ فرحانين صراحة بيه، الله ييسر له يا ربي ويعاونه في الخدمة ديال الجديدة إن شاء الله يا ربي. وقال لك يعملنا الحفلة، دابا نجيو الحفلة. الرئيس ديالنا نجح النهار ما قدنا فرحة، الله يجعل عليه بالخير، الله يجعل سيدي ربي يكمل عليه بالخير لوليداته ولخوته والاحبابه، وفرحانين فرحانين القلب خليصان وحزازين عليه اخيرا تفضحت على ولدي بالخير، الله يكمل عليهم بالخير، الله يجعل سيدي ربي نصراه الرئيس ديالنا، الله يشعشعك الله ينور اخو السي عزز الله ينور، والمقدم اللي لا خطيكم الله ينوركم بقرانكم عمين يا ربي. الله يسر لكم، فرحنا لكم صراحه الله يعاونكم. فرحنا لكم ما قدنا فرحه. انت خالتي كتسمح فيا وطلع الغيظه، سمعت الغيظه دابا سمح فيا حتى خلاتني حتى لبست تقدي بنسمح فيها ونطلع للغيظه. حقاش الرئيس ديالنا العروسه ديالي عزيزه عليا، والرئيس نجح لنا النهار ما قدنا فرحه، الله يجعل سيدي ربي السهل لنا الحمد لله. شي عاوشي نجاح اخر ان شاء الله اختار من هذا ان شاء الله يا ربي. عملتي لنا شويه دود جميله، قالت لي خالتي نبخروا شويه الدار هنا مجموعه ياك. هذا تاهو كيعملوا هاد الفاسوخ ياك، تاهو كيعملوا هنايا صباح. شويه ديالي الله يجعل سيدي ربي يحن من هنا. هذا الفاسوخ صراحه مزيان كيقول لك للعين ولكل شيء، يعني اللي عنده هكا فيه وهذا بخير. كنا جبنا واحد النهار عند العشاء هيا نقلب عليه انا والو النهار عادي كنت مسلتم. لا شفتم ديك النهار ملي كنا انا ومحمد كنصاوبو الكرمون شفتم وقلت ان شاء الله يا رب نقلب عليه انا بخير الله يخليك. شنو يقول هذاك ملي يبخر؟ شبه الحرمله رسول الله، شبه الحرمله رسول الله بخروا الله يحفظنا يا ربي ويحفظكم ويحفظ الجميع. بنقي الحنه بالليطه ونقيها للعروسه هذا ولدي نلهيو الوقت اولادي هذه كذا كيقولها العشوه كيقولها الورد ويقولها اي حاجه لا الخطر احنا ما عندنا حتى حاجه. ودابا انتم عارفين الظروف صراحه وكل شيء معول، ما عندي طنطون ما كاينش الظروف وخلص ما كاينش زعما عندي لهذيك بنقيها وهذه اصلا كل شهر صحيح كنقول لها نعملوها هذه هي النفس. حنا كعندنا الناس القدامين
قول شهرين نقيها. هذه دقت على يدي في المهرج اللي دام السوق اللورا ونقيتها ودقت على يدي الراس هذه. وقي الصحة والراحة. دعوا معنا في الخير. نقيوا معها الحاد الورد. نقيوا معها الورد. طير دلاسيور. هوقي أجي خرج غزالة. ايوا دابا مع الظروف وصافي ماشي مشكل حنا غنعملوا غير الفال كيقول لك مزيانه العين ومزيانه بزاف كل شيء وتصح الحمله مزيان المهم القيه انا عم قيت لا مزيانه للحمله ملي يكون حمله حنا مزيانه له في 6 شهور و7 شهور حمله دائما تقيه في 6 شهور و7 شهور دابا واخا حنا ولاد اليوم نتوما عارفين عين قشور كيف شايف المغاطس ولا يبغاو شي قوا بالمغاطس والله ولادي حلمنا يا ربي حلمنا ومنكم الجامع يا ربي اي حلمنا ومنكم وليداتنا وليداتكم والجامع المسلمين بسم الله قدمنا وجه الله ودعوا معنا يدخل علينا هالشهر بالصحه والسلامه وجميع المسلمين تنتم الله ندخل عليكم بالصحه والسلامه مع وليداتكم مع احبابكم وتمنيتو في قلبكم المهم حنا عاديه حنا هذيك كيقولوا لها كيقولوا لها حنا بالمغاطس الجباله الله يحن لكم الله يحن كل واحد امين يا ربي كل شاب كل شاب الله في قلبه شي اولادي الله يلحقوا في هذا الشهر الله يجعل تيد ربي واذا ما عنده شي الدراري الله تعالى وتبارك يفرحوا ونتاح معكم اولادي بالغايب الله يجعل تيد ربي يفرحكم اذا ما عنده شي دريه يرجى الله ربي كبير اولادي بقدر ومقيد ربي عنده كل خير اولادي الفال اولادي والصافي قلت له والو يا قفيه خالتي ما قلت له والو ضروري بقيه حاول لا طول انا عمري قيت انا حياتي في 7 شهور عم نقيها لا في المغاطس ايوا ان شاء الله يا والله في الخير وكاع على خير والله اجعل تيد ربي ما يجي هي ربي فك على خير حتى كنتم ما عندوش دراريكم فرحوا ربي امين يا رب والله كندعي معكم الله يلا ندعوا معكم الغايبه اولادي كلكم عندها شي مع الحنه بقيتي الحنه تماما هو الجلد دابا كامل ديالنا انا ما عندوش مع ماشي ما كان عنديش معاه بقى نطني هيدا لا لا ولكن دابا غزاله قلت لها بنتي من قيها قالت لي خالتي لي قيده ما تعجنش انا كل شيء الخبز كان في الدخل حنا انا كل شيء حقا جدي انت دابا كتفرشني قدام ياك والله الا ما خلاتنيش لا قيتها هي دداج ما كانش يخليني حنا كاملين هكا في الطاسيله ديالنا كامله كل لايده وايوب اللي ما كيحملهاش كاع حنايا كخوتي وديك الشيء ماشي ما كنحملوش الحين حنا كنعتبها ما بقيتش مسكينه على خاطيك ولادها غايبين ما بقيها ديك الريحه كيقول دابا خوتي وانا كنقول زعما ديك الريحه كتطلق هكا في العجينه ولا في الخبز ايه مشات عينه وصافي نجي نجي انا حنا امين امين يا رب تنتينا على خير ويطولك الله في العمر وشي حجه ان شاء الله يا ربي ولي يجيب لي ولدي على خير وبخير ودعوا معنا المشاهدين دعوا معنا الحبايب امين ان شاء الله يكثر خيركم نطلب لكم السعاده مع وليداتكم تانا نطلب لكم الخير مع وليداتكم والتوفيق جميع المسلمين امين يا رب وهالبنات هاد الحنه هذه راه ما كيخليوهاش يد حمراء هذه غير حنه الوراق اي عالفال وصافي كيعملوا الف بحال كيغسلوا بها يدها وصافي الحمله دائما 6 شهور 7 شهور قيها لك ضروري الحمله يعني دائما كل الوالدين كنا يقيوها لنا هيدا ويقيوها وهذه كيقوها الناس الكبار فهمتم يعني الناس الكبار فيهم البركه تبارك الله ماشي كيكون عندهم البركه البركه ديال الله وذي العزيز العالي داكشي اللي كاين الحمد لله فرق ومخلق يجعل تيد ربي يحن منا ويحن على كل واحد وتبارك الله كب حمار شوف خرجت لي ايوا ضروري قيل فال الحنه مزيانه هذه بزاف نفس بقيها لا يكون هيدا بقيها لا مزيانه بزاف ضروري بنادم صح الناس المولوعين يقيوها يلقطوها ويقيوها بيد الدم يلقطوها واحد الدم يلقطوها ويقيوها نتوما شحال هذيك شحال هذيك كنتو كتعملوها بزاف كل سيمانه يقيوها بزاف كل شهر الناس هذيك هذاك فيهم الوجه حتى في الشعر مزيانه بزاف كل شهر نعملوها شعرنا والمراه نفسها كينجمعوا عليها ينجمعوا عليها وبداو يعشقوا ويزغرطوا ويقيوا لها الحنه وهي في الوسط بالفرايح والشمع مشعولة والقنادل وانا ما قيتوليش هادشي نعاودها لك ان شاء الله ان شاء الله نكونوا بخير محمد معنا ثاني 7 شهور ان شاء الله بنقيها لك بالقنادل ونقيها لك بالشمع والورد لا لا مد يدك مدو نحنا نتردو الحبيب عليا لا مد يدك
ديالنا الله يخليه ويجعل البركه. دابا سالينا شحال ما خليها خالتي شحال. والحمار زوينه شو ديك الحمار شوفي حمراء طلع ليا انا تلقلق في يدك وانا تغسله صافي. المشاهدين ديالنا الحبايب ديالنا انشركم معكم الله يور ديالنا وفاجئوا علينا ونفاجئوا عليكم دعوا ديالكم صباحين الله ينوركم تنتم الله يقول لكم ووليداتكم وينور لهم طريقكم ويفرحكم بما عندوش دراري ندعم معاه هذا المقدمة ندعم معاه تنتم تدعوا معايا وعندكم في القلب هيدا خانة هذا حسوا بيا انا حايسه بكم وانا ندعم معكم في القلب عزازين عليا ونشر شريكنا معكم الله يور ديالنا وفاجئوا علينا الحبايب وانتم فاجئوا علينا وحنا فاجئوا عليكم الله يبقى على خير وتدعوا معايا الحبايب يجي ولدي على خير وبخير ويحفظ الصغير ويحول عليه ويبان الخير امين يا رب. وشكرا عليكم كنشكركم بزاف بزاف الدعوات ديالي انا ندعم معكم في الغايب الله يجعل سيدي ربي يوفق كل واحد وسخر لكل واحد الله يحن عليكم كبيرا وصغيرا. صافي سالت الحينه ديالي شوفوا بنات كيفاش خرجت لي خرجت لي تبارك الله بزاف حيتاش خليتها بزاف شي 20 دقيقه تبارك الله. مهم دابا غنصاوبوا شويه د الرغايف اختي عائشه عجبت لنا شويه د الرغايف غنصاغبوهم على الكانون ختامها مسك غندور لكم الكاميرا تشوفوا ها هما الرغيفات تك تك هاد الرغيفات الصراحه الله عملات اختي عائشه غير بالزربه ياك عملت له بالزربه حتى سالينا صافي عملت فيه يعني عجينه عاديه باغين مليحه وسكر وخمره بيضاء وخمره حمراء وغنقليهم ان شاء الله راه فينا في الكانون لا العافيه دغيا دغيا اصلا المغرب تبارك الله ودنا دابا يعني خصنا نزربو دغيا دغيا او حتى يطيبوا نوريكم الشكل النهائي. ها هما الرغيفات ديالنا واو كيشهي بصراحه فينا المده الجوع بقات بيطيبوا المهم دابا الرغيفات ديالنا عملنا على الكانون يا سلام هادو دادين دونهم شفت الكوفيتير ولاد العسل بصحة والراحة وسمحنا كنساهيكم المشاهدين